أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أد نوقع صوتهاي مع السند. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتو التاريخ تهي لحل بعاتنك بش مارسو سنة كلبكم يلبي لعاتن مدحوينها جمهورية فدرال كصوماليا مدنى محمد عبد الله فرماجو أي مدحتوية قرنك غفل صوماليا وحو كل انقلقاتي تلياشا إذا ماذا قلب كسيداء صوماليات الملتاريك بوليسك أسلوبتا إيه لبتسوكيدا أو إيه هلينيين قدوميها قول كبنادر مدينة عمر محمود محمد فيلش إيه كحجين كيسا أرمها أمنغة إيه سياسة دا أو أكلها اللي أتكلمت أمنغة قود إيه دالكا إيه كان غاركا إيه عاسمة دا صومالي إيه مقدش مدحوينها جمهورية دا إيه كبنغيستي تاليسيادا بوليسكا إيه نبتسوكيدا صوماليات واربيحين كسابسان باريتانا دا هردعا عيدا مدو اي كسامييان ويرانادا ارقاك حسياني مو اي كادا عاي تدوات كلا صودا عفاي مغالوين كا مقدشة اي بلدويني استاغا اوفاري لامها امان كا كالدوان اني كحوجيان في جيبنان تودا ما داما للكو وكجي روحي اللي دولاشو اي نغوسو وجهان تاهي بشي براكيسنيد اي رمضان وصنده اللي صودا عفاي اي كوكو ريستي دولدو كهورتاقا اي يارين تدقرت ارقاك حسيادو اي سوما نيك جيرين بشان سيدو قلاء مدحوين محمد عبد الله فرماجو وحا اوكلاها اللي تلياشا عيدا مدى قلب كسيدا ومهمدى اللي اضاهاي ان اسكارتا اي عيدا مدى كالدوان اي دوردو اي اولي بريان شعبكا حليوه ينغو قودة جيرو سويدة امانكا قود اي دالكا تاس او اوباحان ودى شاقين اي سيدو قلاء اسكو حرنان برشادا اي عيدا مدى فضلاً دب أدور كيني هوري إيه عالان سيدة ميديا حق حساسية مرهم با إن رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وشرحانيا هي حلك مدحتين مدى قرنكا في الصوماليا أو لعاك حوقن كبحينيسا هذا البين أبور آهي إيه أجيتك لقلي يهي قاركا مداهي شخصيات كبروباقان تدا أفافيا في الصوماليا قار أهان فرماجو أو أغوهر ريو قادم كا أقابل سان قبل كبنادر علي يرى علي أيا ساعده اللي صو دافي سوين براها بلشدا أغفافيي ورر شيغيا إن رئيس الوزارة الروبل إسكو الشراحة يوحيلك مدحتين مدى صوماليا في الصومالية أيا فافين تاور كاني كبحين إيسا لعق أدوحوغن وجيد كانوا إن الأفضوبة هذا الهين تكدل تاي خارجين تألاهو نحاريستي حلباند آمين محمد عبدي أو لو ديلي سيدي لو دبولي لها كيس كيكران تهليل فارح او كم بقانك عانتا كوحدة دوحان فرماجو يدلاغ قزلا فهد ياسين كوحدة وقتيقو كدما دي ايا عان كو ان اي بدلان موجد هذا الهين تا ايجا كدنك اهي حلي يدقار وحا اي مليغ يان فلال امن الدرو اهي او ريبا سامين حوغن سيبول شدا اهي المامان داعدا دا ايجا لغو تهميو مركاسنا وحا اي ديرد سارا يان ان ماشا كساران درين كدل كالاو نحاريستي امينو رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وحو هوري وعديي ان اوسان كميد احين ترتمياش سند كاني او تاغن ترتن كمدح وينا صوماليا هسيشي هدي او قو انصدو انو بدلو موقف كيسي هوري وحا حقيق اهي ان اوسان اسبوعان ايه كان حيقبكو دواقي دونين مشرحني مديسا لبا سببو درتود
كو رئيس الوزارة روبلة واغر حياها دورشو ينكا يهوغان كأمنيق دالك هدي او إسشرحو وإنو مركة هوري لما يو دورشو ينكا بارلوان كإسلام مركاسين إسبدل رسمي آهي كسام يهوغان كلامها أمنيق او هدى قعانتا اوغو جيرو فهد يو فرماج او لشاقية او ركال شباب لابو رئيس الوزارة روبلة هدي او إسشرحو كمسو آدين يو حلي او وليقو ينيهي diga xilibanad aamino iyo shacabkii balad weyne oo loo beegsaday kiis uu isagu galkiisa hayo mana u suurowdo inuu murugada ee hadda jirta damaashaad u bedelo maxamed xuseen roble waxa si weyn loo amaanayaa doorkiisa siyaasadeed ee ugu yaraan 6 bilood ee la soo dhaafay wuxuuna kasbaday taageero xoogan oo gudaha iyo dibadda ahba taas ayaana macquul ka dhigaysa inuu bedelo mowqifkiisii hore una istaago qabashada xilka ugu sarreeya dalka waxa midaasi u sii dheer roble wuxuu saameyn xoogan ku lahaa doorashooyinka wuxuuna inta badan soo xulay xildhibaanada reer waqooyiga iyo banaadiriga ah halka uu galaan gal badan ku lahaa qaar ka mid ah doorashooyinka ka dhacay maamulada si kastaba ha ahaatee fila soomaali lacag xoogan ayay ku bixinaysaa koo waxaana loo adeegsaday Cali Yare Cali Cali Jeed ku jiray isla markaasina lacag xoogan ayay ku bixiyeen baraha bulshada sidii been looga sheegi lahaa roble inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka hadii uu rabo in uu xilka isku sharaxo markii ay gabi ahaanba soo dhamaadaan guddoomiyaha baarlamaanka isla markaasina la doonayo in lagu dhawaaqo waqtiga la qabanayo madaxweynaha ayuu ku dhawaaqi karaa dhinaca kale tallaabo ka caraysiin karta ra'iisul wasaare roble uu qaaday madaxweyne lafta gareen tallaabada uu qaaday madaxweyne lafta gareen ee ahayd inuu guddoonsiiyey shahaadada ku meelgaarka ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa shaki badan ay abuureysaa madaxweyne lafta gareen ayaa xubnaha uu shahaadada guddoonsiiyey waxaa ku jira xildhibaano la hakiyay natiijada saxda ahaanshaha sida loo doortay guddiga fiid ayaa dhowaan soo saaray jadwal ay ku shaaciyeen 5ta bisha soo socoto abriil ay bixin doonaan guddigooda shahaadada rasmiga ee xildhibaanada guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka siid ee koonfur galbeed yuusuf cabduqaadir baafo ayaa saxaafadda ugu warbixiyey sida ay u dhacday xafladaasi iyo qada sharaf koonfur galbeed iyo galmudug ayaa ahaa labadii maamul ee diiday jadwalkaasi iyagoo sheegay in golaha wadatashiga qaran kaliya ay jaangooyin karaan dhammaystirka doorashooyinka iyo hannaanka loo dhaarinayo iyadoo sidaas ay ahayd ayaa madaxweyne lafta gareen uu bixiyey shahaado ku meel gaar ahi ee xildhibaanada laga soo doortay koonfur galbeed uu siiyey lama oga waxay kaga falcelin doonaan guddiga fiid iyo xafiiska roble arrintani maadaama iyaga loo xil saaray hirgelinta arrimaha doorashooyinka qaarkood dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya waxay ku sheegeen in fiid ay ku kooban yihiin shahaado in xildhibaanada ay hubiyaan keliya sida loo doorto oo dhaarta iyo howlaheeda ay ka madax bannaan yihiin dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka